السلام عليكم. طبعنا اليوم هو كبة بالصينية. حنحضر الكبة بالصينية، تقريبا نحن حنحضر نص كيلو لحمة، بدنا 300 جرام برغل ما يقارب الكبتين ونص من البرغل المنقوع. حبلش اطحن المونة اللي هي حتعطينا النكهة الطيبة للكبة. حنحط تقريبا هيدي بصلة، نص ضمة نعناع، وهون إذا توفر عندي الحبق الطازج بستعمل الحبق الطازج، المردكوش الطازج كمان، يعني شو عندي أعشاب طازجة مع النعناع تعطيني كمان طعمة طيبة. أنا توفر عندي الحبق الدراي المجفف والمردكوش المجفف ما يقارب نص ملعقة بنص ملعقة. بدي أضيف من هالدقة الكبة الطازجة ريحتها كتير طيبة 3 معالق، ملعقة كمون، شوية قرفة ناعمة، أكيد شوية ملح، بعدين بنخلص لملحها مع اللحمة. بدي أطحنها هلا. هيدي المونة طحناها وجهزت، هيدي اللحمة اللي عليها شوي من البرغل مع المونة، وهيدي كمية البرغل اللي نقعناها. تش البرغل وشيل ميته، بدي اعطيها بعد شوية ملح ومدعكة، بدي ارجع مرقها على المكنة، اطحنها ويجي على المكنة لحتى تنعم مع بعضها مزبوط، وريحها شوي بينما كل حضرت الحشوة منطبقة. هيدي الكبة طحناها وصارت جاهزة، بدي ريحها شي 10 دقايق، بهالوقت كون عم بحضر الحشوة تاعولها لنبلش نمدها بالصينية. للحشوة بدنا زيت زيتون أو زبدة وزيت، بدي أحط كمية البصل، رشة ملح، قرنة البصلة، بدي أضيف كمية اللحمة، ما تنسوا لحمة الغنم. أضيف رشة قرفة ناعمة، رشة بهار أسود حلو. حشو جاهزة، بدنا نبلش نطبق الكبة. شوية زيت بكعب الصينية، نبلش نمد الكبة. رقيناها كلها بسماكة وحدة، بدي احط الحشوة. هاي الحشوة فينا نحط بقلوة صنوبر، انا في عندي جوز بلدي فقيناهم هلا، بدي احط لها جوز، واكيد بعد بدنا نرش لها رشة سماق لتعطيها هيك حموضة طيبة للحمة. رشة السماق، الجوز، كم
فصن شوي يتخاوى مع العجينة. هلا المرحلة الثانية لازم يكون في عندي كاسة فيها مي وزيت أو زيت على الحل لحتى على ورقة نايلون كلين فيلم أو ورقة نايلون بدي رق الكبة لحتى تصير معنا رقيقة، لأنه بدي أحرص إني أعمل طبقة من فوق كمان رقيقة لحتى ما تطلع معي الكبة سميك. حطها بهيدي الطريقة. تمام رجع بعيد. تمام بنحط هيك بهذه الطريقة. هلا بشوفوا كيف بجمعها كلها مع بعضها. هلا بدي ادهن بهذا المي والزيت وجه للكبة وبلش نعمها بس كلها سوا بنعومة واحدة. هيدي كلها سوا نعمت صارت غير شكل. هلا بدي اقطع، مفروض نقطعها قبل ما نفوتها على الفرن. هقطعها وزينها وحط لها اللوز المنقوع كان بالمي. هلا بالنسبة للقطع قد ايه بتحبوا انتوا تكبروا وتصغروا القطع ما مشكلة.
كمان هيك بدي اعطيها شوية شكل. وهلا اذا انا بدي احط على وجهها سمنه او زيت زيتون بتشرب الكبه بطريقه جيده تطلع طيبه. اجى دور اللوز، حاشلح لفوف عشان بدي اقلن، بكبسها شوي. اكيد اللوز منقوع مشان ما يحمر دغري بالفرن. هيدي الكبة هلا جهزت لنفوتها على الفرن على درجة حرارة 180، ما بدها أكثر من 15 دقيقة. بعد أنا لازم أحط لها زيت الزيتون على وجهها، فوتها على الفرن. انتبهوا ما لازم تكون أسمك من هيك الكبة، يعني واضح شفتوا قديش سماكة تعولة، مش أكثر من هيك. هيدي الكبة جهزت، ريحة روعة. هعيد تقطيعها واسكبها. نحن مقطعينها بس هلا عم بعيد عليها. سكبنا الكبة بهي الطريقة، فيكم تخلوها بالصينية على الصفرة مثل ما بتحبوا، ريحتها ولا أطيب. فينا نزينها بعرق نعناع. كبة بالصينية كتير طيبة، دايما ترقوا منها أفكار جديدة طعمات طيبة. وما تنسوا لايك شير سبسكرايب وفعلوا الجرس دايما ليوصلكم كل جديد.